لو احنا مش على هواك ممكن تقلب وتمشي وما تشوفناش، بس انا بقول لك احنا بنتحضر الاخضر وازرع معانا، هنعبي الكيس وهنزرع النهارده زرعه جاهزه بتيجي هي كده شتله، فاحنا هنزرعها مع بعض. هنعبي الكيس، خلينا نشوف مع بعض. خلينا نعبي الكيس مع بعض وهنحفر حفره صغيره ونحط شتلتنا فيها. الشتله دي اسمها الفراوله، هي اجمل من الفراوله اللي هتعمل لي متابعه. طبعا في بدايه زرعتها هتديها ميه كل يوم لحد ما تجدر في الكيس. خليك معايا ونشوفها واحنا بنجمع طرحها، هتكمل معايا هتستفاد وياي. ان تحبنا هنحبك. ونعبي كيس كمان علشان الفراوله. قدر تعبنا ومحتوانا، سيبك من اللي فينا وخليك في اللي بنقدمه لحضرتك، وتحضر الاخضر ويانا. هنعبي الكيس التاني برضو، وبنعبي الكيس التالت. انا جايب ثلاث شتلات هنزرعهم مع بعض. لازم هنا السماد يبقى بزياده شويه علشان يجزر معانا في اسرع وقت ممكن. نجيب الشتله اللي معانا ونزرعها كده، موضوع سهل وبسيط. وفي الكيس التاني زي برضو كده، وشويه ميه ونسقيها. وخلال 45 يوم هنلاقيها طرحه وبتاكل فينا. وتحضر الاخضر ويانا وشوفها معانا.